شكرا لمشاهدتك ترندينغ سنسعد باشتراكك بالقناه ومشاركتك لقصصنا واعجابك بها وتعليقك عليها هذه المرأة على وشك صنع التاريخ السياسي الامريكي، انها كامالا هاريس وقد اختارها المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن لتكون نائبته في الانتخابات الرئاسيه في نوفمبر، اذا فاز فسيكون اختيارا غير مسبوق لثلاثه اسباب، اولا هذه كامالا هاريس، اولا انها امراه. ثانيا امراه بات بشرة سوداء ثالثا إنها أمريكية آسيوية لم يكن أي نائب رئيس أمريكي يحمل أيا من هذه المواصفات دعونا ننظر إليها كفتاة صغيرة في هذه الصورة تظهر مع أختها وأمها وجديها هذه هي موجودة هنا في وسط الصورة. من المؤمل أن يمكنها عرقها المختلط من الوصول إلى أعراق وهويات مختلفة. وقد يكون هذا أمرا حاسما إذا أرادت هاريس وبايدن إزاحة دونالد ترامب من البيت الأبيض. بالطبع كانت كامالا هاريس تأمل في الترشح للرئاسة. وهنا مثلا تظهر في هذا الفيديو وهي تناضل من أجل الترشيح في سان فرانسيسكو خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. لكن هذه الابتسامات الابتسامات الواسعه العريضه لم تدم طويلا وانسحبت في ديسمبر. ادت خيبه الامل هذه ببعض الناس الى التساؤل عن عدد الاصوات التي ستجلبها لجو بايدن كي يتمكن من الفوز. هذه وجهه نظر لم يغفل عنها الرئيس ترامب الذي قال عن ذلك. But I was surprised at the pick. A lot of people say that might be the pick. I was more surprised at anything else because She did so poorly. Many people did much better than her in the primaries. She did very poorly in the primaries. And that's like a poll. You know, that's like a poll. في العالم العربي كانت هناك ردود فعل على مواقع التواصل على ترشيح كمالا هارس هنا مثلا دكتور احمد الفراج يقول في تقدير ارتكب الديمقراطيون خطأين استراتيجيين باختيار كمالا هارس والد هارس من جامايكا ووالدتها من الهند وبالتالي فهي ليست سوداء تقليديه بل ابنه مهاجرين وهذا لا يكون جذابا لشريحه السود مثلما لو كانت سوداء تقليديه خاصه وانه ليس لديها شعبيه واسعه لدى السود من الاساس ماذا تقول نور المحمدي تقول نور بعد اعلان جو بايدن عن اختياره لكاملا هاريس كنائبه له اخشى أن يتم انتخاب ترامب لولايه ثانيه ماذا يكتب الصحفي العراقي علي السريع يقول بايدن يختار باميلا لمغازله النساء والتيار اليساري بالمعنى الامريكي ولضعف قاعدته الانتخابيه بين البيض المحافظين في القرى والارياف وفي تغريده قبولها كاملا هاريس ابدت مدى حماستها لان تكون على تذكره بايدن في السباق الرئاسي. فقالت جو بايدن يمكنه ان يجمع الشعب الامريكي لانه امضى حياته يقاتل لاجلنا، وكرئيس سيبني امريكا بالاعتماد على مبادئنا. لي الشرف العظيم ان انضم اليه كمرشحه لحزبنا لمنصب نائب الرئيس وان اقوم بكل ما يلزم ليصبح القائد العام. لكنها قد تكون سعيده لاسباب اخرى يقول العديد من المطلعين على بواطن الامور في واشنطن انها الان ايضا في وضع يمكنها من ان تكون الوريثه للحزب الديمقراطي اذا خسر جو بايدن البالغ من العمر 77 عاما في نوفمبر او لم يرشح نفسه لاعاده انتخابه قد تكون كامالا هاريس اختيار الحزب الديمقراطي للترشح لمنصب الرئيس